té chvíli se zastaví člověku srdce. وفي اللحظه دي العالم بيتوقف توقف امامي بسبب ان انا مسكت الجائزه دي. A víš, že proto musí udělat všechno. وعرفت وحسيت بمسؤوليه ان انا لازم اعمل قصارى جهدي عشان احقق نجاح في النادي الاهلي. 100 práce, kterou tady odváděli všichni lidé. وعشان احقق الشغل المرجو مني في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. كلام مهم طبعا في البدايه بينم عن يعني حجم المسؤوليه اللي حضرتك يعني هتكون موجود فيها.